انه راهم ماشي بحال بحال، وبين قوسين بعد كنياز فين داك التوحد ديال اوروبا والاتحاد الاوروبي والنفس ما تقطعش وكلنا بدن واحد ديال الاوروبيين الى غيره. وحنا قاعدين كنشوفوا دابا زعما كاينات، واش دابا فرنسا ودول اخرى، خصنا نطلعوا عليها كيفاش كتشوف المغرب هو قاعد كيدير الشغل ديالو مع اسبانيا. الاصل ديالها كان في النمسا، فلذلك الشعب ديال الاسباني كيحس بواحد العراقه وواحد التفرد وكيحس بواحد التميز، وكاع المشاكل اللي كانت تخلقات للاسبانيا وللمسلمين كلها جات مع الافرنج، لان كيف كتعرفوا بانه نابليون هو اللي كان دمر الامبراطوريه الاسبانيه، لان اسبانيا في 1617 كانت امبراطوريه عظيمه في امريكا اللاتينيه، وداكشي ديال كريستوفر كولومبوس وداكشي شكون اللي دمرهم؟ نابليون. اذا في اللاشعور ديال الاسبان راه هاد الامور كلها حاضره. اذا لاحظوا كيفاش انه الاختلاف ما بين الامم انه يعني كيتكتب في الطيات ديالو نعمه لباقي الامم اللي كيعرف كيفاش يخدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الاخوان والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من بعد واحد البضعه ديال الاسابيع ديال الجدال وديال الضجيج وديال الاعصاب المغاربه مع المناورات ديال فرنسا القريبه والبعيده على الحدود المغربيه وبعيدا على الحدود المغربيه، من بعد واحد المرحله طويله اللي المغاربه يعني عاشوا واحد المجموعه ديال المناورات والصفو ديال العلاقات مع عده دول اوروبيه، كان شويه تعكر على القضيه ديال الوحده الترابيه وعلى القضيه ديال السياده المغربيه على الـ الارض ديالو وعلى الثروات الطبيعيه ديالو. اخيرا كان بدا واحد المسلسل اللي كان نتفائلوا به، هذا المسلسل هو انه العلاقات الطبيعيه كترجع ما بين المغرب وما بين اسبانيا. فكاين اللي غادي يقول بانه هذه الامور عاديه وبانه جميع الدول كتازم العلاقات وكترجع، ولكن الهدف ديالنا حنا في هذا الفيديو هو انه نتناولوا الحدث من زاويه اخرى وناخذوا منه العبر. فكيف كتعرفوا بانه المصير ديال المغرب تاريخيا، نقولوا غير التاريخ الحديث، كانت حطته الاقدار في المواجهه ديال جوج ديال القوى الاستعماريه، وكانت اسبانيا وكانت فرنسا، وكذلك حتى في العهد القديم الى غير ذلك كانوا امبراطوريات من الشرق ومن الغرب وبيزنطيين وقرطاجيين الى غير ذلك. ولكن اللي غادي نستافدوا منه حاليا هو انه الموقع ديال المغرب والمحن اللي دازت عليه بانها كانت في طياتها واحد العدد كبير ديال النعم، منها انه مثلا في فترة الاستعماريه، لان احنا كلنا دابا غضبانين وما عجبناش الحال على الاستعمار، هذا احساس ديال كل انسان على وجه الكره الارضيه، ملي كيفتح العين ديالو في المدرسه الى غير ذلك كيبدا يعرف بانه وقعنا الى غير ذلك. طبعا الانسان يعني بالغريزه ديالو طبعا هذا الشيء ما كيعجبوش الحال، ولكن الدول الاستعماريه كانت كتحاول بقى الى يومنا هذا كتحاول ما امكن تستغلها باش كتزرع الضعف في النفوس والهزيمه النفسيه، وكتحاول ما امكن تصنع واحد الوعي عام عند لدى الجميع بان ديك الدول اللي تعرضت مثلا للاستعمار الى غير ذلك ما عمره يكون فيها شي حاجه. ولكن المغرب كاين فارض واحد الخاصيه عطاها له الله، هذه الخاصيه هذه، وهو انه جوج ديال الدول اللي في الفتره الاستعماريه كانت موجوده على الارض ديالو، بينما دول عديده كلها يعني كانت من نصيب امه واحده او لدوله استعماريه واحده. الدول اللي كانت من نصيب ديال دوله واحده استعماريه هذيك فناو لها الخيرات ديالها والمصير ديالها كان شديد السواد، وبقى كتعاني الى يومنا هذا اشد المعاناه.
لانه الدوله ملي كتنفرد بشي دوله كيقولوا لها هذه ديالك كدير بها ما بغات. وحنا شفنا شنو وقع مثلا في افريقيا. في افريقيا كاع الدول اللي كانت المصير ديالها ما بين دوله واحده، هذيك الدوله كدير، علاش؟ لانها الدوله الضحيه ما كيكونش عندها خيارات اخرى. عكس المغرب، المغرب ملي كيكونوا داك جوج ديال القوى الاستعماريه، هذاك الاختلاف ما بين ديك القوى منو يعني كيكون ايجابي على ديك الدوله. وكاع الا قرينا مثلا حتى المغرب والظروف ديالو في الفتره ديال الحمايه وفتره الاستعمار الى غير ذلك، فالناس ديال الحركه الوطنيه وكذلك عموم المغاربه كانوا استفدوا من هذا الاختلاف ما بين اسبانيا وما بين فرنسا، ما بين الاسلوب ديال فرنسا والاسلوب ديال اسبانيا، والوحشيه اللي كانت مثلا ديال الاستعمار الفرنسي اللي دارت مثلا في الجزائر وفي تونس وفي ايطاليا، اشنو دارت كذلك في ليبيا كذلك يعني في فرنسا، كذلك في الدول ديال جنوب غرب افريقيا وكذلك في افريقيا. يعني كانت تما كوارث وكوارث عظيمه داروا بها اللي بغاو ومشاو ليها للعمود الفقري ديال كل دوله كل امه وهرسوه باش يدوم لهم السيطره على الخيرات ديالها. مثلا نهضروا على فرنسا، فرنسا اي دوله كانت كتمشي ليها كانت كتمشي ليها العمود الفقري وكتهرسو، وهذا العمود الفقري هو اللي وقع فيها هي اصلا فرنسا، لان فرنسا كيف كتعرفوا كانت دائما ملكيات من نهار فاش تاسست اول ملكيه في القرن الخامس، ودازوا الاسر الملكيه ودازوا دازوا، وكان وقع واحد الجريمه تاريخيه كان رتكبها الملك فيليب الثاني، او نعم فيليب الثاني كان هذيك الجريمه التاريخيه رتكبها ضد الى كتعرفوا تنظيم فرسان الهيكل، هذيك هي اللي خلات ان ذاك الحقد كيتجمع 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 وكيتم الانتقام في 1789، طيروا الملكيه وكذلك الكنيسه. يعني العمود الفقري ديال كل دوله هو الدين ديالها هو النظام الحكم ديالها، خصوصا ملي كيكون نظام عريق وقديم. هذوك الاساسيات كانت فرنسا كدوز للدول كامله الافريقيه وكتهرسهم وحده بوحده. وحتى من بعد الاستقلال الى لاحظتوا راه غادي نشوفوا بانه فرنسا دخلت وضغطت على واحد المجموعه ديال الانظمه القوميه العربيه، وكان دائما النظام المغربي كان دائما مستهدف. وهاد الشيء راه كاين الكتوبه ديالو موجودين في المكتبه المغربيه وعندهم الايداع القانوني، وهاد الشيء راه معروف. فرنسا دائما والدول اللي طاحت في يديها وهرست لها الانظمه ديالها، مثلا الجزائر لغات لها الداي، تونس الباي، كذلك في فرنسا لغت الحكم ديال العائله الملكيه ربما السنوسي الى غير ذلك، الملك فاروق في مصر، المملكه العائله الهاشميه في العراق، كذلك سوريا الى غير ذلك. هذه الدول كلها دارت فيها زعامات قوميه ودارت فيها انظمه جمهوريه، كلها دوزت ديك المرحله ديال الخمسينات والستينات والغوات وغادي نفعلوا غادي نتركوا السبعينات الى غير ذلك، وكانت كلهم فرنسا بالوسائل ديالها كامله كانت كلها كانوا كينسقوا ضد الدولة المغربية وضد النظام المغربي، وكان دائما النظام المغربي كان دائما مستهدف. علاش؟ إيمانا من فرنسا بأنه المغرب راه ما غاديش يمكن لها تقبض عليه قبضة حديدية إلا إلى حيدت له العمود الفقري ديالو، هو نظام الحكم اللي هو نظام ملكي ثم الإسلام. ملي ما جبرت ما دير هي هذيك اختارت هذا الموضوع ديال الوحدة الترابية للمملكة اللي باقى بها كتمارس الابتزاز. فإذا كيف قلنا بأنه المغرب إذا ما قارناه بواحد المجموعة ديال الدول، فالمغرب تعرض لجوج ديال الدول الاستعمارية يعني بوحده. هذا أولا كيبين بأنه الصعوبة اللي كانوا كيواجهوها، لأن ملي كتستعمر مثلا واحد البلد عريق فيه نظام الحكم عارق، فيه مثلا سلالات حاكمة، فيه تاريخ، فيه مكتبة، فيه إرث ثقافي، يعني عنده الجذور ديالو، ماشي هي كيف كتستعمر مثلا دولة غير وظيفية مصنوعة بالخريطة. كيف كتعرفوا دابا الأغلبية ديال الدول نقولوا العربية نقولوا الإسلامية إلى غير ذلك، هذه كلها مصنوعة النتيجة ديال اتفاقية ديال سايكس بيكو
في 53 أو 52 أو شي حاجة، كان تلاقى ضابط فرنساوي مع ضابط إنجليزي وجبدوا الخريطة وبدأوا كيفصلوا في الحدود ديال الدول اللي كانت سابقا تبع الخلافة العثمانية. هذيك الدول كلها تصادب قلم الرصاص وبالمسطرة وبالمسائل، دارت واحد الدول وظيفية. إذن هذوك الدول اللي قلنا أنها دارت بهذه الطريقة ماشي هي بحال الدول اللي هي مثلا عندها جذور، عندها تاريخ، عندها إلى غير ذلك. إذن هاد الجوج ديال الاستعمارات اللي دازوا وهذا التواجد والمخلفات ديالو، أولا بعدا كاينه دليل على الصعوبة ديال أنك باش تمسك المغرب، هذا أولا. ثانيا أنه المغرب استفد منه، لأنه مثلا اللي حسبته غير المرحلة ديال دخول الاستعمار والخروج دياله غدا تلقاه قصير بالمقارنة مع دول أخرى. مثلا فرنسا من 1830 والجيش الفرنسي 1830 استعمر الجزائر العاصمة والنواحي، ومن 1830 هو قاعد خدام 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 خدام، يعني شوفوا شحال من ربما شي 130 سنة ولا شي حاجة. والغريب في الأمر أنه ديك المساحة كلها ديال الجزائر وديال الشعب الجزائري كلها كتشوف بأنه السوسة كتاكل من أقصى الشمال في الجزائر، وكتشوف بأنه الاستعمار كيزحف وكل شيء قاعد كيتفرج، وكأنه الاستعمار كان كيتمشى غير على رجليه. قلت لكم أنا يطول المدة في الدول اللي تبلت غير باستعمار واحد، بينما في المغرب القوة فهي اللي خلت أنه كيدخل المغرب آخر الوقت عاد كيدخل تال 1912 عاد كيتمكن انه يحكم القبضه ديالو. في الخروج عاوتاني كيكون هو الاول اللي كيخرج في 55، وخرج بواحد السرعه قياسيه من بعد ما كانش كيتوقع نهائيا بانه غادي يرحل. إذن هذا التواجد ديال هاد الكفتين هادو هما اللي استفاد منهم المغرب، لا أثناء المرحلة ديال محاربة الاستعمار، لا لاحقا ملي استعمل الاستعمار وخلى النخب ديالو والمصالح ديالو وخلى النفوذ ديالو اللي لاصقا فيه واللي كيفكروا بحاله واللي كذا المرتبطين به في جميع المجالات الثقافية أو لا الاقتصادية أو لا الفنية أو الإعلامية أو إلى غير ذلك، خلاهم مع ذلك المغرب استفد من هاد الجوج، من هاد التعدد ديال القوى اللي ارتبطت به. وهذا راه غير نموذج، لانه الا شفتوا مثلا في العالم كامل راه العالم كله كان كيتقاتل على المغرب. مؤتمر الجزيره كانت 12 دوله اللي كانوا كيتقاتلوا على المغرب، 12 دوله. في الاخر عاد تفكات باياش، كان دخل الرئيس ديك الساعه ربما ايزنهاور ديال الولايات المتحده الامريكيه، هما اللي جبدوا الخريطه وسير انت لهاد الجهه وسير انت لهاد الجهه. فرنسا قالوا لها دوزي للمغرب وخليك من ديك مصر، وحتى ملي جابوها للمغرب كلاوها حطوها الوسط، لانه هما بيدهم ما كيتيقوش فيها. اذا لاحظوا بان هذا الاختلاف ما بين الدول هادو كيستافد منه المغرب، وماشي غير المغرب وحده، راه حتى مثلا في عهد الدولة الإسلامية ديال بصح ماشي داكشي ديال داعش، لا يعني في ملي ظهرت النبوة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسس المعالم ديال الدولة الأولى وديك العهد ديال الصحابة، فراه ديك الساعات النشوء ديال دولة الإسلام راه استفد تقريبا من نفس الوضعية. راه كانوا ديك الساعات المحور ديال كانت بلاد فارس أمبراطورية، وكانت بلاد ديال الروم هي أمبراطورية، وكانوا دائما هادو هم أدك التوازن ديال الرعب هو اللي عاشت في الظل ديالو الدولة الإسلامية. وكانت ديك الساعات في البداية ديال الدعوة الإسلامية إلى غير ذلك، المسلمين كانوا استفدوا من هاد الصراعات اللي بيناتهم، كانت مثلا في التجارة كانوا كيبيعوا ويشتريوا مع الفورس غادا جايين بخير مزيان، كانت كذلك مع الروم عاوتاني غادا جايين مزيانين، وكان هذا كيخطب الود ديالهم وهذا كيخطب الود ديالهم. وفي الحروب كانوا ديك ساعات الصحابة وكان إلى غير ذلك كانوا كيجيو في الحياد. وهاد الوضعية ديال ديك الحروب مع ما بين الشرق والغرب إلى بغينا نقولوا ما بين فارس، هذه اللي استفدت منها الدولة الإسلامية، أن بقوا كينهكوا بعضهم في ديك الساعات في العهد ديال أعتقد ربما وقل عمر بن الخطاب أو قبل من عمر بن الخطاب خالد بن الوليد، هما اللي قادوا ديك المعارك ضد الفارس وضد سميتو، ومن بعد صفاهم كاملين لأن لقوا كل شيء تهلك. إذن هذا التعدد القوى اللي كانت تكون ضدك راه كيمكن لك أنك أنت كتستفد منها، هذه سنة إلهية الله خلقها بحال هكا. والمغرب كذلك استفد منها على جميع الأصعدة. أولا بعد كينات القوى الاستعمارية من اللي دخلوا جوج فرنسا وإسبانيا، وهذاك
عفوا، وهذاك الاختلاف هذاك استفدوا منه الناس ديال الحركه الوطنيه واستفدوا منه المغاربه، ومن بعد ما تحرر كذلك المغرب، المغرب باقي والى يومنا هذا كيستافد من هذا الاختلاف ما بين هاد الدول. دابا مثلا لكم تشوفوا مثلا الان الحال ديال وسائل الاعلام الفرنسيه، مثلا دابا انا فاش جيت من الخدمه مثلا درت واحد الطله كنشوف وسائل الاعلام الفرنسيه كيفاش غادي تشوف لهاد الزياره ديال الوفد الرفيع المستوى الوزاري ديال الاسبانيين اللي جاوا للمغرب، لان اسبانيا كيف كتعرفوا بانه سبق المغرب كان زير معها الاول هاد الدرع في القضيه ديال الوحده الترابيه، وفاش كانوا داو عندهم بن بطوش والى غير ذلك، ديك الساعه جات في الحساب قال لهم المغرب اجوا نعاودوا الامور ديالنا بعضياتنا من جديد، وكانوا حتى هما دخلوا الاتحاد الاوروبي وحتى هما داروا الصحافه وحتى هما داروا راه عندهم الرشوه وعندهم وعندهم حتى هما داروا داك الشيء. ولكن من موراها كذلك الاسبانيين سرعان ما تواعوا وعرفوا بانه الزمن ماشي الزمن ديال تخرج العينين او التحدي الفارغ، وعرفوا التحولات العالميه اللي خدامه في العالم، وعرفوا حتى المصير النهائي ديال اوروبا، وديك التخشه وسط اوروبا ما كتفك ما كتسلك، وديك الوحده اللي كنشوفوها ظاهريا مثلا الامم الاوروبيه ولا الاتحاد الاوروبي راها ما كتسلكش، وبالصح راها ما كتسلكش، وبانه كل دوله ما عليها الا تعول على الامكانيات ديالها وعلى الطريقه ديال المعامله ديالها والتواضع والجوار والمعامله ديال رابح رابح بدون ادنى. بين قوسين كاين اللي غادي يطرح واحد السؤال، وهذا السؤال راه بداو كيطرحوه الفرنسيين، شفتوا كيطرحوه بخبث، كيقولوا بانه عوده العلاقات كذا كذا، مع انه اسبانيا لم تقل صراحه الصحراء المغربيه، هذه راه كيقولوا كيدسوا هذا الشيء الفرنسيين. الموقف الصريح بانه الصحراء المغربيه مطلوب من فرنسا، لان فرنسا هي اللي لعبت في الخريطه. الموقف الصريح مطلوب من فرنسا، فرنسا هي اللي لعبت في الخريطه ملي دخلت في 1830 الجزائر، ولعبت في الخريطه ماشي غير ديال المغرب، في الخرائط ديال عده دول، لان دخلوا الجزائر كانت ديك الساعات واحد المنطقه صغيره، ثم بداو كيتوسعوا كيكحزوا من هنا لهنا من هنا لهنا، جميع الدول ديال الجوار كلها لهفوا منها، بلا ما نهضروا على المنطقه ديالنا تندوف والصحراء الشرقيه ديالنا الى غير ذلك. اذا مول داك المقص هو اللي لاصق فيه المغرب، فرنسا طالب منها المغرب هي الاولى خاصها تعترف، بالاضافه لعوامل الاخرى كاينه المجلس الامن وهي عندها عضويه وهي عندها الفيتو الى غير ذلك، فالمغرب كيضغط عليها هذه باش تختصر المسافه. نرجعوا للموضوع ديالنا، اذا قلنا بانه هذه العلاقات اللي حيات ما بين المغرب وما بين اسبانيا ما نشوفوش فيها بانها مجرد مجموعه ديال الوزراء ولا جو وقعنا معاهم وقعوا معنا، ولكن باش نشوفوا بانه راه المغرب ملي كنبقاو نحلوا الوضعيه ديالو والحاله ديالو والعلاقات ديالو بالقوى هكا يمينا وشمالا واوروبا وكذا وكذا، خاصنا نديروا في بالنا بان كاين شي حوايج كتميز المغرب من هاد الحوايج هاد الامور هذا، بان عنده مثلا تاريخ عارق، دول اخرى وظيفية مقطوعة الجذور، يعني ما يمكنلكش تحلل مثلا المغرب بحال دولة أخرى، مثلا بحال النظام العسكري الجزائري أو دول أخرى أو دول. على كل حال هذه الأولى. ثانيا من الأمور اللي كتميز المغرب أنه حتى ملي تبتلى بالاستعمار فما تبتلاش غير في واحد، لو أنه كانت غير دولة وحدة كانت الأمور غادا تكون أشد وأشد وأشد. عليها كنلاحظوا مثلا في المستعمرات اللي تعرضت مثلا لفرنسا، المغرب حاليا ولله الحمد هو أحسن حظا. إذا كاين هذه الازدواجية من هذه النواحي، أنه السنة الإلهية كيستافد منها المغرب بانه راهم ماشي بحال بحال، وبين قوسين بعد كنيات فين داك التوحد ديال اوروبا والاتحاد الاوروبي والنفس ما تقطعش وكلنا بدن واحد ديال الاوروبيين الى غيره، حنا قاعدين كنشوفوا دابا زعما كاينات واش دابا فرنسا ودول اخرى، دابا فرنسا ودول اخرى خصنا نطلعوا عليها كيفاش كتشوف المغرب هو قاعد كيدير الشغل ديالو مع اسبانيا، ويستحيل ان مثلا اسبانيا بان راهم هما اللي قالوا لي هلا عاد صالحي مع المغرب ابدا. هادوك في المسائل ديال 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 الشر وداك الشيء هادوك متحدين. اذا اسبانيا غاده في خيارات ديالها استراتيجيه، لان حتى هي عندها عاوتاني حوايج اخرى كتميز كذلك اسبانيا. الاسبان كيشوفوا حتى هما التاريخ ديالهم،
راه هما عندهم نظام ملكي كيشوفوا حتى هما كذلك المقومات ديالهم كيشوفوا كل شيء. اذا فين داك التوحد ديال دول اوروبا والتضامن ديال اوروبا؟ والو، ما كاين حتى شي حاجه. اذا حنايا امام الامر الواقع. دابا الواقع كيقول لينا بانه داك النهار ملي كنا كنقولوا داك التوحد البرلمان ويدخل واحد ويجمع البرلمان كامل الاوروبي، راه ما كيعنيش بانه يجمع القوه ديال اوروبا. ولا دخل واحد مثلا وجمع الاصوات ديالهم كاملين 27 دوله، راه ما كيعنيش بانه جمعهم قوه. راه حنا فايتنا قلنا بانه خصوصا في المعامله مع المغرب او لا غير المغرب، ملي نشوفوا مثلا الغير بانه هذا خاصنا نديروا في بالنا باش كتصدق لنا التحليلات ديالنا كتكون صحيحه، كنديروا معنا التاريخ والتجارب والسنن الى غير ذلك كتفيدنا، والعبار ديال التاريخ كتفيدنا. خصوصا كيف قلت لكم انايا القبائل اللي متخرجه من العرق الجرماني كيفاش على طول التاريخ وهي تقاتل. كذلك كيف كاين واحد حنا مسلمين، واحد الايه كتقول لك والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم الدين، يعني هذا قانون سماوي إلهي كان نزل على الصحابة إلى غير ذلك، والصحابة كانوا كيشوفوا الأعداء وهذا. المهم في هذا الجو جاء هذه القضية ديال أنه واخا تشوفهم كلهم ضدكم، بأن الله قال لك ألقينا بينهم العداوة والبغضاء، راه ما كيعنيش بأنهم غير بأنهم ضدكم بأنهم لا، إلى يوم الدين. وحنا كنشوفوا العالم دابا كيفاش خدام. دابا العالم كله غادي في واحد الاتجاه ديال العقيده اليساريه، فيها الالحاد، فيها بانه الانسان بانه ما كاينش خالق، فيها بانه الرجل والمراه بحال، فيها بانه ما كاينش شرائع سماويه كلها كيخلقها الانسان. هذه العقيده اليساريه الوحيده، فيها بانه القوي ياكل الضعيف، فيها بانه لا مجال للمشاعر، لا مجال لكذا، فيها بانه ما كاينش الاسر، ما كاينش القبائل، ما كاين عتشتات، والافراد والانسان يعبدوا العقل ومن بعد حيدوا له ذاك العقل، ولا كيقول لك يعبد الغرائز. مع ذلك حنا كنشوفوا العداوات اللي كاينه ما بين الامم، واصلا حنا حاليا كنشوفوا كيفاش انه العالم الاسلامي والدول والمستضعفة كيفاش تنفست الصعداء من اللي بدات المحور ديال الولايات المتحدة الأمريكية بدا كيتحرك ضد المحور ديال روسيا والناس اللي معاها. يعني ان هذا التوازن ديال الرعب وهذا التوازن ديال القوه، هذه سنه الهيه خلق ربي فيها المعيشه المستضعفين والضعفاء. لانه لك كان مثلا في 1990 ملي نهار الاتحاد السوفيتي اللي كيتذكروا المهتمين، وكان داك السقوط ديال الاتحاد السوفيتي كان صدمه بالنسبه للعالم. مباشره بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي، يعني قبل ما يولي يجمع راسو، على مدى تقريبا شي 20 سنه، راه كلكم كتذكروا المجازر والحروب اللي شعلات في عدد من الدول خصوصا في افريقيا. لانه ملي كيكون زعيم واحد يفعل ما يشاء، ملي كيكون واحد كيكالي الاخر ما كيبقاش يفعل ما يشاء. اذا هذا التوازن ديال القوى والتضاد ديالهم هو اللي كيعيشوا منهم ناس اخرين. بينما ملي رجعت روسيا وبوتين والتحدي ديالو دابا الى غير ذلك، شفنا بانه كذا اشارات قاعدين كيخطبوا الود ديال المسلمين، شفنا بانه امريكان ولات تاسفت للطالبان وعطاتهم يحكموا، شفنا بانه ديك سميتها الحملات ضد الدين وضد الحجاب وضد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذا، كاينه غير في بعض الاقطار، ما كاينش معممه مثلا في المحور اللي تابع روسيا، ما كاينش هذا الشيء في الولايات المتحده الامريكيه، ما كاينش في كندا، هذا الشيء ما كاينش في الدول الانجلوسكسونيه، ما كاينش. اما الله يسر لك وكان مثلا غير زعيم واحد هو اللي حاكم وهواد على ذاك البرنامج اللي عنده، كنا غادي نشوفوا عالم اخر. فرجعوا للموضوع ديالنا، وهو انه بالنسبه لعقد اتفاقيه الشراكه مع اسبانيا، انتم كتعرفوا مع اسبانيا يعني هذه تجبروها غير في الاخبار. دابا هما جاوا واحد مجموعه الوزراء ربما شي 10 او 12 باش يوقعوا اتفاقيات في الصحه، في التعليم، في الطب، في الفلاحه الى غير ذلك. هذه من هذه اهمها الامن، لانه المغرب في الباب ديال افريقيا، واسبانيا الباب ديال اوروبا، والتجاور وسط بينهم البحر الابيض المتوسط، فيكفي غير التعاون الامني، راه ما ساهلش في عالم اليوم.
ركينا دول وكذا 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 وكذا، وعندها أكبر كوشمار، أكبر هاجس هو الهاجس الأمني. إذن هاد الأوراش هذه اللي المغرب يكمل فيها الشغل دياله، بنشوفوش فيها غير الجانب اللي كيكون ظهر لأي واحد، نشوفو كذلك الجوانب الخفية. فغير باش تعيش مطمئن حدا دولة أخرى والأمور بسلام، يعني بأنها راه البداية ديال شيء مزيان، كما أنه الشراكات إلى غير ذلك. وأصلا ملي كتكون مع دولة قدك، يعني في نقولوا تقارب، كتكون تعاون وهذه وهذه، دائما التقارب ديك الشراكات في الغالب الاغلب كينجح، لانه راه تدوز لك مع اسبانيا وما تدوز لكش مع شي دوله اخرى الا شفنا. اما ماشي بحال دوله اخرى هزخمه فراها في السماء بحال هي اللي خلقاتك وهي اللي كتوكلك وهي اللي كتجربك وهي اللي كتعلمك الحضاره وهي اللي توريك كيف دير كيف كذا كيف كذا كيف كذا. فرق كبير ما بين دوله استعماريه كفرنسا مقطوعه الصله بالجذور ديالها منذ 1789، وما بين دوله عريقه بحال اسبانيا اللي دازوا عليها أمم يعني دازت عليها قرون وقرون. إذن هذه الشراكة هذه بأنها فعل الخير، وبأنها كذلك كتزيد تأكد لنا بأنه القرار اللي خداه المغرب باش يعدد الشركاء ديالو بأنه أعطى نتيجة. وفي عالم اليوم وغير أبسط الناس، ما عمرك تجمع البيض ديالك كله وتكبوه في عد دولة واحدة. مثلا نعطيو مثال بالجزائر، مثلا النظام العسكري الجزائري، كاع داكشي اللي عندك كله تحطه في سلة واحدة، وهاك يا فرنسا واجي نتحالفوا بانه وحلفي لي ونحلف لك بانه غدا نبقاو محابين مجوجين ابدا الدهر وكذا وكذا وكذا، وداك التفكير ديال البلاده ديال اخر الزمان. اذا المغرب بهذه القضيه ديال تعدد الشركاء عطى نموذج بانه راه كيسلك وكيعيش. اما ديك انا الشريك بوحدي ولا عطيني 80% ولا عطيني 70% ولا عطيني كذا كذا، واللي شاط عاد عطيه بانه وسيله ماشي هي هذيك. كذلك بانه بالنسبه لينا حنايا هذا الشيء اللي داز على المغرب خلال قرن ولا قرن وعشرين سنة ولا كاع حتى جوج، بأن ما خصناش نشوفوا بأنه كله شرور، لا، خصنا نشوفوا الجوانب الإيجابية في قلب هذه المحن اللي دزنا عليها. راحنا يدب المغرب بحاله بحي جميع الدول وعدد كبير ديال الدول اللي داز عليها ما داز. ولكن بالنسبة لنا احنا ملي كنشوفوا النوع ديال المحنة اللي دازت عليها الأمة ديالنا وكنقارنوها بمحن أخرى، راه كنقولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وحتى ملي كنقولوا بأننا احنا من حقنا أنه يكون عندنا طموح في مجلس الأمن نمثلوا إفريقيا ونمثلوا المسلم نمثلوا اللي بغى، وبأننا احنا مقدم بها، إذن صحيح عندنا هذه المؤهلات. إذن هذه الشراكة هذه اللي ما بين فرنسا وما بين إسبانيا، فهي بأنه كيستافد منها هذه الشراكة من هذه الجهة، أرى من الجهة الأخرى باش تعرفوا كيفاش أنه التناطح ديال القوى بأنه المغرب دائما كيستافد منها. في 1942 في الأجواء الحرب العالمية الثانية، كانت ديك الساعة الهيمنة في شمال إفريقيا معطية لفرنسا تونس والجزائر والمغرب. الاستعمار الإسباني كان شي شوية مضعضع لأن كان كلا الدق بزاف في ديك السنوات الأولى وداك شي معركة أنوال إلى غير ذلك، هذه كانت خرجت على النظام الاستعماري الإسباني. وفرنسا ديك الساعات كانت مجبدة في ما بين الجزائر وما بين المغرب الجزائر وتونس، وكان ديك الساعات ربي كنسلط عليها الاستعمار ديال ألمانيا ديال النازية ديال هتلر، وهذه المنطقة كلها بقت هي تابعة لك لديك الحكومة فيشي اللي كيحكم فيها هتلر. في 42 غادا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية على حين غفلة العملية ديال الشعلة بالإنجليزية طورش. هاد العملية ديال طورش غادي ينزلوا تقريبا شي 60 ولا 80 ألف جندي، قوة قاهرة قوة صاعقة دولية غادا تنزل على حين غفلة، وغادا تمشط النفوذ ديال حكومة فيشي النازية، غادا تكشطها كاملة، غادا تمشطها، وغادا تكون البداية ديك ساعات ديال محاصرة المد النازي في أوروبا. ومن موراها باش تشوفوا بأنه التوازن ديال القوى اللي دازت على المغرب بأنه دائما كيستافد منها. أولا بعد أثناءها نزل الحركة الوطنية بديك العملية ديال الإنزال اللي دازت في المدن ديال كنتذكر المحمدية وهي دي كازا وآسفي وربما الرباط وشي مدينة أخرى نوح القنيطرة ولا شي حاجة. هذيك كانوا المغاربة عجبهم الحال في ذاك الأثناء، وكانوا داروا أشعار وداروا الغناء وداروا ذاك شي نكاية في الفرنسيين.
نكاية في الفرنسيين. أكثر من ذلك هذه العملية هي اللي من موراها 43 غادي يكون اجتماع أنفا فيه روزفلت ديال الميريكان وفيه تشيرشل الرئيس ديال الحكومة ديال بريطانيا، وكان غادي يحضر ربما ستالين الى غير ذلك. هذيك تما كانت محمد الخامس رحمه الله تقدم طلب للحلفاء من موراها الولايات المتحده الامريكيه غادا تبدا تفرض على فرنسا انها تكشط الوجود ديالها المباشر العسكري من الدول ديال افريقيا وفي مقدمتها المغرب. اما هو النهار الاول القوى اللي هودت في افريقيا اللي هود في شي دوله بدا كيبني مزيان كانه ما عمرو يتقلع من موراها. ولكن من بعد ما دخلت الحرب العالمية الثانية دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، تم كانت فرضت عليهم أنهم ينسحبوا، وتم بدأت ديك المفاوضات استقلال وبدأوا يوجدوا الناس اللي تابع لهم إلى غير ذلك. إذا لاحظوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية قوة دولية حتى هي كالات القوى الاستعمارية اللي هي أوروبية. إذن هذا التعدد ديال القوى اللي كتحتاج المغرب هي اللي كانت من الأسباب اللي دعمت القوة ديالو والبقاء ديالو لا إلى غاية اليوم ولا في المستقبل. كيف قلت لكم أنا نتصور مثلا غير شي دولة جات وسط شي قارة مسدودة محدودة بعيد لديك الجهة، ولا جات في شي قنت، ولا جات في شي مدها فيها أحد، إلا تسلط عليها شي واحد مشات عليه. ولكن الدولة من اللي كيكون عندها واحد الموقع استراتيجي حاجة باقي القوى إلى نفس الموقع كتكون فيه الحياة ديال داك الموقع. هذه السنة، هذه حاجة القوى كاملة لديك الدولة والموقع ديال ديك الدولة اللي عندها بما أنهم جميعا محتاجون، هذيك هي اللي كتخليه أنه في الأخر هو اللي كيبقى، وهذه سنة كونية. النقطة الثالثة اللي بغيت نشير لها، ربما ما عرفتش الوقت إلى غير ذلك ماشي مشكل، قلت لكم الشعب الإسباني وإسبانيا باش كتميز على فرنسا. تاريخيا راه كاين واحد التقارب ما بين المغاربة وما بين الإسبانيين أكثر من فرنسا. الفرنسيين في التكوين ديالهم لا شعوري أشد عداوة. يعني مثلا نعطيكم مثال، كتذكروا الفتح ديال الأندلس؟ الفتح ديال الأندلس إلا مشيتوا للمسلسل، أنا نعطيكم هذه المعلومات غير باختصار، إلا مشيتوا للمسلسل ديال فتح الأندلس غادي نتلقاو طريق بن زياد وكذا إلى غير ذلك والمسلمين، وهذه غادي نتلقاو بأنه آنذاك المعركة كانت مع واحد العرق سميتو القوط، حتى هما راه فرع من الجرمانيين. القوط هما اللي كانوا موجودين في شبه الجزيرة الإيبيرية، يعني في إسبانيا وفي البرتغال كانوا القوط، وكانوا كل دولة كانوا الفرانكس في الفوق ديال 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 القوط في الجهة ديال فرنسا، وكانوا اللومبارديين في الجهة ديال إيطاليا، وكانوا الإنجليز في الجهة ديال بريطانيا، وكانوا واحد المجموعة ديال الأمم. الاسم اللي كان كيتعاود ديك الساعات هو كلمة القوط. القوط هما اللي كانوا كيسكنوا في شبه الجزيرة الإيبيرية. القوط فرع من الجرمانيين. القوط كانوا ديك الساعات كيعتنقدوا المسيحية الأريوسية. الأريوسية نسبة إلى الكاهن أريوس. هاد أريوس هذا العقيدة ديالو هي أقرب العقائد للإسلام. وهاد أريوس والأريوسيين هما اللي كانوا وردوا في المراسلات ديال رئيس الدولة الإسلامية يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ملي كان كتب للقيصر ديال روم قال له كتب له بزاف ديال الحوايج، قال له الا بغيتي تدخل معنا للدين وكذا وهذه الى غير ذلك، فان رفضت فعليك اثم الاريسيين. الاريسيين كانوا فئه كيتميزوا على باقي الفئات بانهم موحدين، لا يؤمنون بالتالوت وما كيامنوش بديك عقيده الصالب والفداء وبانه عيسى بانه اله الى غير ذلك. كيامنوا بانه هو نبي بحاله بحال الانبياء، وبان امه صديقه، وبانه ياكل الطعام. كانت هذه الاريوسيه اللي كانت في شبه الجزيره الايبيريه. هاد القوط هادو اللي كانوا في شبه الجزيره الاريوسيه الديانه ديالهم ساعدت على التقارب، وانهم فاش
كان الغزو أو الفتح الإسلامي للأندلس أنه سهلوا عليهم أنهم يدخلوا، كذلك لأنهم كانوا كيشوفوا الممارسات ديال رجال الدين اللي كانوا في الشمال ديالهم، كانوا الإفرنج وكانت الكنيسة الكاثوليكية وكانوا الرهبان وكانوا الباباوات دايرين ما بغاو. إذن الوجود الإسلامي من اللي دخل الأندلس، ديك البنية الثقافية والعقدية ديال الأريسيين اللي هما القوط هي اللي ساعدت التواجد الإسلامي. والمؤرخين كيقولوا بأنه من اللي كانوا طلعوا للأندلس كانوا واجهوا غير ديك العساكر اللي هما رسميين، بينما الانتشار كان سهل في عموم شبه الجزيرة الإيبيرية. هذه في الدخول. من اللي غادي نتلاحظوا في المعارك ديال الاسترداد، معارك الاسترداد يعني هما من اللي بغاو يخواونا، ما خواوناش القوط الأريسيين اللي كانوا في شبه الجزيرة الإيبيرية الأصليين. غادي تلقاو الإفرنج جاو من شمال القوط، من شمال جبل الجزيرة الإيبيرية، هما الفرنسيين، وكان ديك ساعات عندهم العقيدة الكاثوليكية، هما اللي هودوا حتى لشبه الجزيرة الإيبيرية، وهما اللي الكنيسة الكاثوليكية كانت جوجت فرنانديز مع ديك فيليب شي حاجة ديال مملكة الأراغون مع قشتالة، وهما اللي مولوا الكنيسة بفرسان الهيكل، هما اللي مولوهم بأشد الأسلحة فتكا، وهما اللي داروا ديك الاسترداد وداروا طرد المسلمين ولاحقا المسلمين واليهود، ولاحقا من بعد كانوا داروا محاكم التفتيش. اذا نتوما ملي نكونوا كنفكروا خاصنا نشوفوا كيفاش الفرنسيين كيشوفوا الاسبان وكيفاش الاسبان كيشوفوا الفرنسيين، عليها غادي نتلقاو بانه العداوات اللي كانت عندنا وديك المواجهات كلها اللي كانت في شبه الجزيرة الإيبيرية في حروب الاسترداد كلها الاصل ديالها جا من الشمال، جا من عند الافرنج، من عند الكنيسة الكاثوليكية. والكنيسة الكاثوليكية والافرنج هما اللي كانوا النهار الاولي كانوا دائما كيهددوا في شبه الجزيرة الإيبيرية، وكان ما عجبهمش وما راضينش على ديك العقيدة ديالهم إلى غير ذلك. هذه غير واحد الفكرة تاريخية، يعني واحد الإطار عام باش يعني كتفهموا. الشيء الثاني وهو أنه الملوك اللي كانوا كيحكموا في إسبانيا كانوا فرع من العائلة الحاكمة اللي كانت كتحكم في فرنسا تارة وتارة في النمسا، دوك العائلات اللي كيحكموا، ومن بعد ما تقطع الحكم فرنسا استمر الحكم الملكي في إسبانيا من بعد داكشي نابليون إلى غير ذلك، ومن بعد السرداد يعني كملوا الملوك. حاليا دابا الملك اللي كاين ولد خوان كارلوس، كارلوس هو الحفيد ديال أعتقد لويس شي حاجة الثالث عشر، وهذاك الاصل ديالو من العائله الملكيه ديال هابسبورغ. هابسبورغ هذه الاصل ديالها كان في النمسا، فلذلك الشعب ديال الاسباني كيحس بواحد العراقه وواحد التفرد وكيحس بواحد التميز، وكاع المشاكل اللي كانت تخلقات للاسبانيا وللمسلمين كلها جات مع الافرنج، لان كيف كتعرفوا بانه نابليون هو اللي كان دمر سميتو نابليون راه هو اللي كان دمر الامبراطوريه الإسبانية، لأن إسبانيا في 1617 كانت إمبراطورية عظيمة، وفي أمريكا اللاتينية وداكشي ديال كريستوف كولومبوس وداكشي، شكون اللي دمرهم؟ نابليون. إذن في اللاشعور ديال الإسبان راه هاد الأمور كلها حاضرة. إذن لاحظوا كيفاش أنه الاختلاف ما بين الأمم أنه يعني كي تكتب في الطيات ديالو نعمة لباقي الأمم اللي كيعرف كيفاش يخدم. كنتمنى نكتفي بهذا القدر ونكون عطيتكم شي معلومات جديدة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.